ماذا وراء رفض اللواء المتقاعد خليفة حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا؟ ما خيارات حكومة طرابلس في ظل الضغط العسكري الذي يمارسه حفتر عليها؟ ما تأثير صراع المصالح الإقليمية في ليبيا على طبيعة الحل السياسي لأزمتها الداخلية؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ليبيا، هل صار الحل رهن المصالح الإقليمية؟